السلام عليكم. في الفيديو هذا بشوفوا لي تابلو في الوورد. اول حاجه بشوفوها كيفاش نعملوا لانسيرسيون تاع دي تابلو في الوورد، كيفاش نعملوا لي مانيبيولاسيون تاع لي تابلو، كيفاش نعملوا لي فيوزيون اي لي فراكسيون تاع لي كاز في تابلو، وكيفاش يبدا عندنا فورم سبيسيفيك تاع تابلو، كيفاش نحاولوا نوظفوا لي كونيسونس هذوما الكل باش نخلطوا الفورم اللي حاجتنا به. اول حاجه باش نعملو انسيرسيون تاع تابلو في الوورد، نمشيو للبوطون انسيرسيون، نلقاو لهنا البارتي اللي لها باللي تابلو، ننزلو على الفلاش اللي تحت كلمه تابلو، تخرج لنا لي كاز هذوما. بتبع لي كاز هذوما معناها باش يعطيونا البوسيبيليتي نختارو قداش نحبو من كولون في التابلو اللي عندنا وقداش نحبو من ليني. نختارو لهنا قداش نحبو من كولون وقداش نحبو من ليني. بار اكزومبل ناخذ تابلو فيه 3 كولون و 3 لين، معناها توتاليتي عندنا 9 سيلول. جوست ننزلو على نومبر دي ليني اي نومبر دو كولون، اوتوماتيكمون يخرج لنا تابلو بنفس الكاركتيرستيك اللي اخترناه. اول حاجة نجمو نعملوها في تابلو هو لغو ديمونسيون تاع التابلو اللي عندنا، نحطو معناها في الديمونسيون اللي نحبو عليه. من بعد التابلو اللي خرج بالطبيعة متكون من دي كاز وإلا دي سيلول، كل سيلول عندنا البوسيبيليتي باش نتحكمو فيها انديبوندامون من لي سيلول الأخرين. أول حاجة نجمو نعملوها في سيلول هي نبدلوها كولور داغيغ بلون وإلا ترام دو فون. قبل ما نبدل الكولور وإلا ترام دو فون تاع أي سيلول لازم بالطبيعة نعملولها سيليكسيوني. باش سيليكسيوني سيلول عندنا بليزيور ميثود. الميثود الاولى باش نجيبو الكورسور في اللونجل الفوقاني تاع السيلول و جوست نعملو كليك واحد و نلقاو لهنا بوطون اسمو ترام دو فون، ننزلو عليه و نختارو التيب تاع الكولور اللي نحبو نحطو للسيلول هاذيك. كي يبدا توا نحبو باغ اكزومبل نعملو نفس الكاركتيرستيك تاع السيلول هاذي عليني الكل، نولي في بلاصة نعملو كليك واحدة نعملو دوبل كليك، وبالطريقة هذه الكل راح نحطو هذيك يتحط عليني كامل. تو كي يبداو عندنا دي سيلول نحب نحطهم ميم كاركتيرستيك، اما لي سيلول هذوما يبداو بعض على بعض معناها ماهمش اليني. بار اكزومبل السيلول الاولى هذيا والسيلول الاخر نحب نحطهم اثنين بنفس الكولور دو ترام دو فون. في الحالة هذي شنو نعملو؟ نسيليكسيونيو السيلول الاولى ونمشيو باش نسيليكسيونيو السيلول الثانية، أما جوست قبل ما نسيليكسيونيو السيلول الثانية ننزلو على البوطون كونترول. بالطريقة هذيا نجمو نسيليكسيونيو دو سيلول إلوانيي أون ميم طون، ونختارلهم بالطبيعة الكولور دو تخان اللي نحبو عليهم. تو باش نشوفو فيزيون إي لو فراكسيون دي سيلول. شمعناها فيزيون شمعناها فراكسيون؟ فيزيون معناها عندنا دو سيلول و باش نعملولهم فيزيوني معناها باش نردوهم سيلول وحده، و فراكسيون معناها عندنا سيلول و باش نردوهم متكونه من اكثر من سيلول. نبداو بالاكزامبل الاولاني اللي هو الفيزيون. بالطبيعة قلنا لهنا نستحقو اكثر من سيلول على خاطر هما انصوب دي سيلول باش نحلو على بعضهم. في الحالة هذي بالطبيعة لازم نسيليكسيونيو لي سيلول اللي باش نعملولهم فيزيوني. بار اكزامبل عندنا لي دو سيلول هذوما نسيليكسيونيوهم و باش نعملولهم فيزيوني. بعد ما سيليكسيونيهم ننزل البوطون دغواط نتاع السوري نلقاه لهنا فيزيوني. إل سوفي نكليكيو على فيزيوني هاكا لي دو سيلول لي عندنا يوليو سيلول واحد. تو باش نشوفو الفراكسيون. قلنا الفراكسيون هو تبدا عندنا سيلول وحده أما باش نردها متكونه من أكثر من سيلول. في الحالة هاذي شنو نعملو؟ نجيو بالطبيعة نسيليكسيونيو السيلول اللي نحبو نعملولها فراكسيون، ننزلو بوطون دغوا تاع السوري و نلقاو لهنا فراكسيوني. كي ننزلو فراكسيوني باش يخرج لنا التابلو الصغير هذا باش يقول لنا السيلول هذه اللي تحب تعمل لها فراكسيون قداش تحب تردها متكونه من كولون و من ليني. بار اكزومبل انا حلا نردها متكونه من دو كولون و ليني واحد. يسوفي كليكينا اوكي اوتوماتيكمون هاك السيلول هذيك باش تولي متكونه من لونسومبل لي سيلول اللي اخترناه. توا باش نشوفو المانيبيلاسيون دي بوردور. شو معنى المانيبيلاسيون دي بوردور؟ معنى وقت اللي يبدا عندنا تابلو نحبو نتحكمو في لي بوردور نتاعو. لي بوردور هما لي ليني اللي عاملين سيباراسيون ما بين لي سيلول. في الحالة هذي لازم سيليكسيوني التابلو الكل
il suffit de faire sélection du tableau alcool. Nous avons la création, on a la bordure. Nous avons la bordure et la type tout, je m'en ai tout, m'en ai tout les cellules du tableau. Alors, je vais choisir le style de la bordure et la photo. On va avoir la possibilité de faire les couleurs, par exemple, la photo en bleu. Ou kif kif, on a la possibilité de faire la largeur. La largeur ou l'épaisseur de la bordure. Par exemple, on photo 3 points. On fait OK. Et je fais une seule OK, il te battre les bordures dans le tableau, les caractéristiques, je donne les hâtites. Je trouve que la méthode dernière, elle est une nage de sableur, je n'aime pas le dessin dans le tableau selon nos besoins. Avant le hâge, je vais faire une mise en page, je vais dessiner un tableau. Il suffit de cliquer sur dessiner un tableau, et le curseur, je vais faire le crayon. لي خيون هذاك يعطيني بوسيبيليتي باش نعمل دي ليني كيما نحب على عمان. واللوتي الثاني اللي عندي نجم نستعمله في الديسيني هو الغام. يل سوفي كليكيت عليه كيف كيف الكورسور باش يتبدل الغام، كل ليني ننزل عليه بالغام اوتوماتيكمون باش يصير له سوبريسيون. كي عادة تو باش نكملو بيكزامبل في ان فورم سبيسيفيك نتاع تابلو و باش نشوفو كيفاش نعملوه باز ا با. عندنا لهنا اونتيت، لونتيت متكونه من سومين ان، سومين دو، سومين تروا. اللي ياخذوا اللي الكونتوني نتاع لونتيت سونتخي في لي تروا كاز و الا في لي تروا سيلول. من بعد عندنا تروا كولون تحت لونتيت. الكولون الاولاني اللي ياخذوا اللي هو الديمونسيون نتاعو اصغر من لي كولون الاخرين، واللي ياخذوا زاد اللي الكاز والا السيلول هذايا عندها نفس لارير بلون تاع السيلول هذايا. باش نبداو بازا با نشوفو كيفاه تصير العملية. أول حاجة لازم لهنا نعرفو قداش عندي من ليني وقداش عندي من كولون. عندي كولون 2 3 و 2 ليني، معناها التابلو انيسيال باش نختارو متكون من 3 كولون و 2 ليني. نمشي انسيرسيون نعمل 3 كولون و 2 ليني. بالطبيعة بعد ما عملت الانسيرسيون تاع التابلو اللي عاد لهنا اللي الليني الاولى والليني الثانية ما عندهمش نفس اللارجور. الليني الاولى اللارجور نتاعها اقل من الليني الثاني. كيف نعمل العمل هذا باش نتحصل على نفس الريزلتا؟ نجي للبوردور انفيريور نتاع الدوزيام ليني ونهبطها واحد. بالطريقة هذيك نجم نتحصل على دو ليني ما عندهمش لا ميم لارجور. من بعد كيف كيف نجم نكبر زاده في لارجور نتاع الليني الاولى هنايا جوست كي العاده نحط الكورسور على البوردور دي سيباراسيون ما بين لي دو ليني ونكبر لها في لارجور نتاعها. من بعد شنو نلاحظ؟ قلنا نلاحظوا اللي الليني الاولى عندها فيها متكونه من تروا كولون، الكلهم عندهم لا ميم كولور دارير بلون اللي هو غري. نسيليكسيوني لي تروا ليني اللي عندي ونحط بوطون كرياسيون في لوتي دو تابلو ونختار تخام دو فون اللي نحب عليه. بالطبيعة كيما نلاحظو زادا لهنا اللي لي تروا كولون هاذوما الكونتوني تكستوال نتاعهم سونتخي. نخليهم سيليكسيوني نجم نرجع اكوي ونحط لالينيومون سونتخي. نحط سمان 1 سمان 2 سمان 3 نحاول نحطهم في نفس اللاجور. باش سيليكسيونيهم توا لي 3 كولون مرة أخرى وباش نحط الكتيبة أون غرا. نرجع تاو الكونتوني نتاع دوزيام ليني اللي هو في الكولون الاولاني لاندي مهدي. في الكولون الثاني جودي فوندردي ديمانش.
وفي الكولون الثالث لاندي مردي مركودي جودي. Juste normal, séparation mais bien les lignes. Le problème est que les colonnes, l'emplacement de la séparation de la N. Les paramètres qui sont en ville, qui font un jachem de la ville de la ville. Nous avons la couleur et la bordure. Nous avons l'épaisseur. Nous avons la couleur. Nous avons la ligne de la ville. Nous avons la bordure et la ligne de la tableau. Il suffit qu'on mette la séparation entre les deux cellules. La chose qui est dit, c'est qu'on doit faire une ligne et une ligne. Sauf que la méthode de l'utilisation de la gomme, on peut voir une autre méthode pour faire le même but. Et on peut obtenir le même résultat. La méthode est de mettre les bordures. الكاز اللي تهمنا في الحالة هذه هي الكاز اللي أنا ديجا توا عمل لها سيليكسيون. نلاحظ الكاز هذه نتكلم من كات بوردور، بوردور سوبيريور، بوردور انفيريور، بوردور دروات، بوردور أغوش. لي بوردور نحب نفسرهم أنا في الحالة هذه هما لي بوردور أغوش إي لا بوردور سوبيريور انفيريور. نجي لهنا نسيليكسيون لي بوردور، نمشي بالطبيعة بوردور انفيريور نديكوشيها. Ou bordure à gauche, décochée. On va par défaut mettre les cellules entourées par quatre bordures, automatiquement, je connais les quatre bordures cochées. Et les machins, je vais amener les décochées. Par contre, les machins sont en même forme et les machins sont en tableau. La chose la plus importante de l'année, c'est la couleur derrière le plan de la case ou la case de l'année. Je sélectionne la case. ونمشي قبل ما سيليكسيون الكاز الثاني ننزل كونترول ونحط التخام دو فون اللي حاجتي بي وفي الحالة هذيا نتحصل على نفس ستركتور نتاع التابلو اللي عندي.